شكرا للاستاذتي لحقاش شجعوني وعطاوني هذه القدره باش نولي مزيان في الاخر. شكرا لمعلمتي، شكرا للمدرسه مجموعه مدارس ويسلان، شكرا مجموعه مدارس ويسلان، شكرا للمدير. سميتي احلام وكنيتي البحراوي، وكنشكر كاع الاساتذه وكنشكر المدير وكنشكر المدرسه كامله. ودابا عاد غندخل باش نغني. بونجور، اوني فريمون تري كونتون اجوردي d'avoir partagé ce moment fabuleux avec nos parents, avec l'équipe éducative et bien sûr l'équipe administrative. En regardant des spectacles très beaux, très jolis présentés par nos élèves, ce qui reflète le travail sérieux et accumulé durant toute l'année scolaire. Et bien sûr, nous espérons que ces spectacles seront au niveau demandé pour donner la bonne image de notre école. Et bien sûr, ne pas gaspiller comme ça l'effort des enseignants et des enseignantes. فإذا هنيوا نفسكم على هذا الاحتفال، فإذا نتصفق معكم على نفسكم. في إطار يعني المؤسسة كي قلنا غادا تاخذ يعني حجم أكبر، فارتأينا باش نزيدوا مدير آخر، مدير يختص بالثانوي إعدادي وتأهيلي، ومدير يشرف على الابتدائي والاولي. وهذا المدير اللي جبنا اللي يشرف على الابتدائي والاولي عنده تجربه طويله في المسار ديالو المهني، واخر ما يعني المناصب اللي
اللي كان تيحتلها كان مدير لأكبر ثانوية بطنجة، وبما أن أحيل التقاعد فارتأينا باش يجي دعم الفريق باش إن شاء الله يعني نزيدون إلى الأمام إن شاء الله. في إطار تحسين العطاء وتجويد يعني الأداء، ارتأينا كذلك باش نعتمدوا لسيستم كاليتي توتال ايزو 9001 انطلاقا من السنة المقبلة. سوف يعني نعمل على مشروع يعني ارساء المنظومة اللي تهتم بالجودة، جودة ديال التعليم، التعلم، النقل، يعني جميع المجالات ديال المؤسسة. وتنظن هذا يزيد يفيد المؤسسة باش إن شاء الله تمشي إلى يعني مستويات عليا، يعني باش نحققوا الرؤية ديالنا باش تكون يعني مجموعة مدارس وسلان المؤسسات الخصوصية اللي عندها يعني واحد السمعة طيبة في النتائج ديالها وفي تربية التلاميذ ديالها وفي المجالات الأخرى. للتذكير، انطلاقا من السنة الماضية بدأت مسالك الدولية تأهيلي علمي. أول مؤسسة في ويسلان اللي تدير يعني تأهيلي، وفي التأهيل يعني انطلقنا ب يعني لافيليير بيوف دونك يعني لوبسيون فرونسيز. فإذا الفوج الأول اجتاز يعني الجذر المشترك باش السنة المقبلة يكون في الأولى باك، وكلهم يعني أو أغلبهم غيمشيو للشعبة ديال السيونس مات. إذا حنا غاديين في هذا المسار. كذلك ارتأينا باش حتى الإعدادي انطلاقا من السنة المقبلة إن شاء الله نحاولوا باش يكون يعني الخيار فرنسية، بمعنى المواد العلمية فيزيك والمات والعلوم علوم الحياة والأرض تدرس بالفرنسية. فإذا احنا وضعنا المشروع الأكاديمية، تنتظروا يعني الجواب بالإيجاب باش إن شاء الله نطلقوا في هذا المجال. في الأخير إذا تنشكروا الجميع اللي ساهم معنا من قريب أو من بعيد في التظاهرة، ابتداء من الطاقم الإداري والطاقم التربوي، يعني الأساتذة والأستاذات اللي بذلوا جهد كبير هذه السنة، وبالطبع كل المهتمين بهذه المؤسسة. اليوم في مجموعة مدارس ويسلان كنحتفلوا باحتفال ديال آخر السنة. الحمد لله النتائج كانت ممتازة، بحيث أن عندنا أكثر من 60% ديال التلامذة حصلوا على تهنئة. إذا اليوم كنحتفلوا بهم ونحتفلوا بالآباء، لأن بالنسبة لنا كنحسبوا راسنا نجحنا في المهمة، نجحنا في المهمة. كانوا كيقولوا ليدوكاسيون سي لا فامي كي لا دون، لانستركسيون سي ليتا كي لا دوا، ولكن حنا نو سوم ان اتابليسمون بريفي، سي نو كي دوفون لانستركسيون. Nous instruisons les élèves. En même temps, nous éduquons aussi. Quand on dit le travail, quand on dit l'instruction. L'éducation et l'instruction. Alhamdulillah, le madrasa radia katoussa, tsjilat radia mzien, ou robama, ou sonna le top, le maximum de tsjilat les msmouh biha. Ou inshallah, le madrasa radia toussa, باش نديروا السلك ديال الثانوي الكاليفي، الثانوي التاهيلي. عندنا دابا لو بريسكولير، عندنا لو بريمير، عندنا لو كوليجيال، وبدينا في لو كاليفيون، وكل شيء بيوف، كل شيء بالمواد العلميه باللغه الفرنسيه هي اللي مطلوبه. حنا بصدد تنظيم الحفل الختامي للموسم الدراسي 2018-2019، يعني موجب يعني كيقوموا التلاميذ مجموعه ديال الأنشطة، يعني كيقدموا قدام الأولياء ديالهم، يعني هي داخلة في إطار تزكية العمل اللي تقام على مستوى الحياة المدرسية، وفي إطار يعني إظهار مهارات، المهارات اللي اكتسبوها التلاميذ. هي هناك مهارات يعني تربوية، وهناك مهارات داخلة في إطار الأنشطة، والوالدين كيشوفوا العمل اللي تقام على صعيد المؤسسة.